إذا خلينا نطلع الآن هذا السيستم من هون. عندي كيو بيساوي كيو إنبوت ماينس كيو أوتبوت. كيو إنبوت من وين راح يجيني؟ من الفال. هلا لاحظوا كيو إنبوت بيساوي في عندي الفلو تبع الفالف بنسميه مثلا خلينا نسميه كيو في تبعت الفالف وراح احطه كونستانت ما راح احطه فانكشن اوف تايم لان عفوا البامب ما راح اغيرها مين راح اغير هلا اذا الفالف كانت فولي اوبن قديش راح يكون الفلو الفعلي واذا كانت مسكره تماما زيرو قديش راح يكون واذا كانت ان بتوين اذا راح يصير في عندي فاريبل راح اسميه ايش فالف از ا فانكشن اوف تايم هي فتحه الفالف وهاي ات تيكس اون فاليوز من 0 ل 1 ومين اللي بيتحكم بالفالف هاي احنا بنتحكم احنا شو وسيله التحكم الوحيده اللي متوفره عندنا هي الفالف ما عندنا غير هيك نكبس شوي بتفتح الفالف بكبس كمان فتره اطول بتفتح اكثر بكبس كبسه تسكير بتسكر اكثر ورح تشوفوا هلا بالفالف رح يكون في عندنا اربع كبسات رح نحطهم يعني في عندنا زي كنترولر بايدنا نكبس في البدايه في ايدنا رح نكبس رح يكون هذا كلوز فاست يعني سكر الفالف بسرعه ورح يكون في عندنا لاحظين شو عم نستعمل الفاريبل حكينا فاست عم نستعمل فازي فاريبلز من هون رح يكون عندي انا اربع كبسات رح احطهم عندي ورح كانك بتحب تلونهم تقدر تلون هذه مثلا احمر هاي تحطها اورنج مثلا وهي تحطها مثلا ازرق فاتح ازرق غامق او احمر وهدول راح نكبسهم بايدنا في البدايه راح نكبسهم بايدنا بعدين راح يطلعوا من الفازي كنترول راح يجي اذا راح نحط احنا اربع كبسات هون هي كبسه واحده بوش بوتنز يعني كابسها بتعطي فاليو بعدين بس ارفع بتشيل هذه راح تكون كلوز فاست هاي كلوز سلو هذه اوبن وهاي اوبن فاست هدول اربع بوش بوتنز هدول الكنترولر يعني جنب الفالف راح الاقي في كنترولر وفي عليها اربع كبسات حسب الوضع اللي موجود عندي يا بسرعه بدي اسكر الفالف يا بسكرها شوي 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 بس التسكير هو الفتح هو السريع والبطيء واذا هي عندي هاي المعادله اللي هي بتوصف لي انه البامب ضربت الفاليو تبع البامب قديش وحده كيو علوا صوتكم كيوبيك متر بير سكند الفالف طيب شو وحدتها دايمنشنلس هي بس بتقول لي انها اتس بيرسنت 10% اوبن 15% اوبن فهذه دايمنشنلس ولذلك هاي راح تكون وحدتها كيو انبوت اوف تي الكيو اوفر اول تبعت السيستم بتساوي كيو ان ماينس كيو اوت هلا نطلع على كيو اوت احنا طلعنا لها معادله ايش بتعتمد المعادله هاي على اتش اوف تي وين اتش اوف تي اذا لاحظوا راح يرجع عندي فاليو من اتش اوف تي هون ومن h of t ايش راح اطلع؟ q out of t ومن ايش راح اطرحه؟ من q in of t. اذا نشوف هلا المعادله النهائيه ايش راح تصير؟ راح يصير في عندي q in of t اللي جايتني من وين؟ من هون. هلا خليني افترض الان انه عندي q out of t. وهي راح اسميها q out of t وهلا بنعالجها هلا وبنجيبها من h of t. احنا عارفينها بتعتمد على h of t. عندي هذا راح يعطيني فلو هذا راح يعطيني كيو اوفر اول مش هيك كيو اوفر اول اوف تي هلا هذا راح ادخله على ليميتد انتجريتر او انتجريتر وذ ليميتس اللي هي التانك وراح يدخل له في اوف زيرو الفوليوم اللي في التانك اوف زيرو راح يطلع عندي هلا في اكتشوال اوف تي الفوليوم راح اقسم في اكتشوال اوف تي على الاريا راح يعطيني هايت اوف تي مضبوط هلا الهايت اوف تي منه بقدر استخدم يعني انا هون عمالي بقول انه الهايت هو راح يحدد لي قديش الاوتبوت فلو فايش بقدر اعمل الان من هايت اوف تي اذا ضربته في 2 جي اخذت الجذر التربيعي وضربته في الاريا هاي الاريا تبعت مين هاي الاريا على فكره تبعت الباي هاي الاريا تبعت الباي اوكي اللي انها سمول اذا نشوف ايش راح نعمل راح ناخذ هلا اظن ايش الرمز تبعها في فانكشن في الماتلاب بقدر استعملها اللي هي بتكون اظن يو اوف تي نسميها اللي هي عباره عن راح اضرب في 2 جي يو وهذا كانه يو اللي داخل من هون راح احطهم تحت الجذر راح يعطيني هاي القيمه
وبعدين راح اضربها هذه في ايه؟ ايش راح يطلع معي الان هون؟ اوكي ماشي. بسموها هون فانكشن. هاي اريا اوف، هاي اسمها اريا اوف بايب اور اورفيس، الفتحة اللي موجودة هون. وهي صار عندي هون طالع اتش اوف تي هايت اوف تانك، وهذا كيو ان اوف تي. بس كيو ان اوف تي شو بيساوي؟ بيساوي الفال والكيو في. هلا بكمل هون بعدها.